العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وما هي الحياة الحقيقية؟ سؤال أجيبه، حياة الآخرة، يقول الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. قال أهل العلم: الحيوان الحياة الكاملة. وقال عز وجل: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي.